يوسف، أنت في ملعب سابوتو، لماذا أنت هنا؟ والله أنا جاي بشكل رئيسي لأشجع المنتخب السوري اللي شرفنا على كندا، وكنا مبسوطين بمجيئه لهون. بالمباراة الأولى مع هايتي رفعوا رأس سوريا عاليا، وإن شاء الله اليوم بيكملوا بنفس المستوى، يرفعوا رأس سوريا ورأس عاليا. شو رأيك بالتجمع الجالية السورية اللي يحدث لأول مرة في كندا بهذا العدد الكبير؟ يعني هذا مؤشر واضح على أن السوريين قادرين أن يتجمعوا في المناسبات الوطنية، في المناسبات المهمة، وهذا لازم يشكل حافز لنا كلياتنا على أن نفكر أنه نلاقي طريقة نجتمع فيها كسوريين هنا من خلال تجمع، من خلال نادي. بالرغم من المحاولات القديمة اللي فشلت، لازم نتابع المحاولات، وهذا التجمع أكبر دلالة على قدرة السوريين على أن يلتقوا مع بعضهم. يعطيك العافية أستاذ يوسف، شكرا. حاسس حالي في سوريا، حاسس حالي الواحد في سوريا.